ويزيد على ذلك عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، فيقول إن أمريكا عرضت الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء في محاولة منها لوقف الهجمات التي تشنها الجماعة، ويقول إن بعد كل ضربة أو كل صاروخ أو كل ربما هجوم على سفينة يكون مثل هذه الاتصالات إما إغراءات أو ربما تهديد. لا لا، ليس إغراءات ولا شيء، هي تفاهمات. الحوثي ربيب أمريكا، خذها كذا من قصرها. الحوثي ربيب أمريكا، والتصريحات هذه اللي محمد عبد السلام والثانيين هذه تصريحات جوفاء يكذب بها على الأغبياء وليس علينا نحن. أمريكا هي من تحمي الحوثي داخل المنطقة. كم مرات كنا سنهزم الحوثي ونضربه؟ تأتي اللاءات الأمريكية تمنع تقدم الجيش الوطني، تمنع أي تحرر، تمنع في فترة من فترات تمنع التحالف من بر الحوثي. هي هذا يدعي أن أمريكا تستجديه، وأمريكا يعجبها الصوت هذا عادي لا يسعنا. ونحن نعتقد يقينا أن أمريكا تريد أن تعترف بحكومة الحوثي، هي تريد، ولكن هي تريد الوقت المحدد، هي تريد حكومة على غرار حكومة اللي سلمها بريمر، على غرار الطريقة هذه نفسها تريد أن تسلم حكومة للحوثيين. هي تريد هذا النوع من المنهج الحكم، هي تريد، أمريكا فعلا تريد. من قال أنه في اعتراض أمريكا تعترض الحوثي؟ لا، أمريكا لا تعترض الحوثي، أمريكا تريد للحوثي أن يكون كذا، ولكن لن يكون لهم ذلك، لا الحوثي ولا الأمريكا. الشعب اليمني واعي لهم رغم التعب والفقر وكذا والحالة اللي احنا فيها، إلا أن هناك شعب واعي وثوائر وسيأخذ حقه بيده. لا نكترث لأحد، احنا الشعب اليمني لا نكترث لأحد رغم الضغوطات الإقليمية. واليوم يقولوا في هناك 4 دول تتفاوض ما بين الحوثي وما بين فصيل آخر في المناطق الجنوبية من أجل مش عارف إيه، على حساب من هذا الكلام؟ هذه التفاوضات الوهمية وتفاهمات السلام. الشعب اليمني لا يطمح لهذا الشيء، الشعب اليمني يطمح للتحرر. كنا نحن ذاهبين إلى حالة تحرر، فكان هناك دعم أمريكي وأوروبي للانقلاب الحوثي في 2014. لن ينسى الشعب اليمني لهم هذا، لن ينسى أمريكا وبريطانيا وأوروبا وهذا ودول الإقليم أن هي من أدخلت الحوثي، هي من دعته إلى الانقلاب وبمساعدة الحكم السابق. نحن لا ننسى هذا ولن ننسى، ولن يضحك علينا أحد. والكل يستعد، المعركة الحاسمة ستأتي، لن يفلت الحوثي من الشعب اليمني. الشعب اليمني داخل مناطق سيطرة الحوثي إلى هنا الآن. الشعب الذي تحت سيطرة الحوثي يعني في حالة هيجان داخلي، يريد لحظة زمنية ينقلب على هذا الحوثي، بل أنه سينتقم منه أشد انتقام، لأنه خلاص قد أذاقهم المر. الحوثي يعني يعمل يعني تغيير قضائي وتغيير تعليمي وتغيير كذا، يعملها الحوثي في سبيل بقاء حكمه في المناطق التي هو سيطر عليها. نعم، سيد حسن مغلس المحلل السياسي اليمني، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي ضمن هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. نتوقف مشاهدينا عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا.